متى آخر وقت العقيقة؟ هل يجوز تأخيرها عن الأسبوع يعني؟ وهذه فيها خلاف بين العلماء. نعم. مالكية عندهم بعد أسبوع ما عادش في عقيقة. تسقط. تنتهي نعم. سبحان الله. تنتهي العقيقة نعم. وفي قول داخل المذهب أيضا يعني لأسبوع آخر. وأما إذا نظرنا إلى أقوال الفقهاء بصورة عامة فيهم اللي يرانها لا تسقط. نعم. بل إن حتى بعد سنوات. نعم. لا تسقط بمضي الزمن. قد يكبر المولود ويقع نفسه ممكن. هذا نعم بعض العلماء يرون ذلك نعم. نعم. لكن معتمد عند المالكية أسبوع ثم بعد ذلك تسقط لأنها هي ليست واجبة. نعم نعم. أيوه وإنما هي سنة. مستحبة أو سنة على من يرى التفريق بين المستحبات والسنن. طيب يا أخي.